السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على التفاعل ديالكم دائما مع ما ينشر، واعتذر على الغياب لان للضرورة احكام، ف ما قدرناش نتواصلوا لا نديروا دي لايف. كانت الظروف صعيبة مع الوفاة ديال الوالدة، لان دوزنا واحد 15 يوم قاصحة. من بعد كان رجوع لباريس، كانت بعض الملفات العالقة لابد من نتعاطاو معها بسرعة، بحيث رجعت من المغرب الجمعة بدات الخدمة نهار الحد. الخميس كان عليا رجوع عاوتاني نسافر عند سي سعيد للدنمارك، فخرجنا من الدنمارك نهار الحد. من بعد كانت رجوع لإسبانيا، فيعني الانسان بينا ناخذ غير شويه الوقت ديال الراحه باش نعاودو نطرقو. غادي تكون ان شاء الله بعض الفيديوهات المزيانه، بعض لي لايف اللي غيكونوا مهمين بزاف. نشكر الناس اللي كيتفاعلوا، رغم ان هناك بعض الناس اللي ما تيفهموا شي وتيديروا تعاليق اللي ما عندها حتى شي معنى، فتبقى دائما ديك العينه لابد ما تكون. اذا هذا غير تواصل صغير للشكر وللاعتذار على الغياب، ولكن كونوا متاكدين بان المشاريع اللي كنخدموا عليها كلها الحمد لله غادا بطريقه مزيانه. وفي نفس الوقت كنجتمعوا هنا في اسبانيا، لان المكان مناسب جدا باش نخدموا على المشاريع ديالنا، باش المشاريع اللي خصها تطلق ان شاء الله خصها تطلق، وكذلك كل ما هو يعني دي بروجي اللي كنخدموا عليهم، لان مغاربه العالم هو مشروع لمغاربه العالم وللوطن، انه ماشي مشروع ل يعني الاغتناء ولا الاسترزاق الذاتي، فهذه بعيد علينا احنا هذا الشيء هذا. انما ان المشاريع ديالنا الخاصه والشركات اللي كنشتغلوا عليها، فهذاك مساله اخرى. تنشكركم ونتمنى ان الجميع يكون على احسن ما يرام، والناس اللي عزاوني كنشكرهم مره اخرى، وتنقول لكم الله يوريكم باس والله يوريكم غير الافراح والمسرات ان شاء الله الرحمن الرحيم. الناس اللي كيديروا بعض التعاليق اللي غير لائقه، تنقول لكم الله يسامحكم، لان يعني الجهل كيخلي الانسان دائما يكون مريض، مريض نفسيا، ما يمكنلوش يفهم، لدرجه ان كاين اللي كيعلق حتى على الهيئه الجسديه والملائمه ديالها وغير الملائمه، فهذه امور اللي ما يمكن شيء باش ننزلوا عندها. لكن العمل غادي يكون ممتاز، ونتمنوا ان الوعي الجمعي يرقى، الانسان يرقى، لان ما يجري ويدور بواحد السرعه كبيره في الوطن، واحد السرعه كبيره في العالم كذلك، المتغيرات فهي خطيره للغايه في غفله من الناس. نتمنوا ان الجميع يرد البال لهذه المسائل هذه لانها مهمه. خليو صورة أخرى نتقاسموا معكم هذا المكان من الطبق الرابع أو الثالث. ف يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في قيتة مزيانة في القريب العاجل. غادي تكون لقاءات، وغادي تكون فيديوهات مزيانة، غادي تكون مواضيع جد مهمة، سواء بالنسبة لمغاربة العالم، سواء بالنسبة للمشاريع اللي تنخدموا عليها. العودة لباريس غادي تكون قريبة جدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وصلوا في التليفون وكترد، تتصيفط له ميساج ديال غنعاود نعيط عليك، ولكن ما عندوش المشكل يعاود يعيط عليك ويعاود يتصل بك. ماشي يعني بحال هاد الناس هادو ما كنفهمش علاش كيكون داك الإصرار. صافي ما مشغول، راني في لايف أو راني كندير اجتماع أو راه شي حاجة، إلا صيفط لك ميساج قلت لك غنعاود نعيط عليك، صلى على النبي ما تعاودش تعيط لي بالتليفون نورمال، حيت نصيفط لك تعاود تعيط لي بالواتساب. يعني في هذه الحاله هذه غادي يمشي الانسان للبلوكاج ديريكت، لان نتفهموا اي واحد، ونتفهموا يعني جميع، نتفهموا جميع الاراء ونستحملوا جميع الامور، ولكن الانسان اللي كتعطيه ميساج انني مشغول وما كيبغيش يتراجع خصو يتبلوكا ديفينيتيفمون، لان ما غاديش يفهم وما عمره ما غيفهم. فشكرا لكم، وشكرا للطيبوبه نتاعكم واخلاقكم. المغاربه دائما داخل الوطن خارج الوطن تيبقاو كيستاهلوا كل خير، الوطن تيستاهل كل خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى ان الامور تحسن،
ولكن مجتمعين الى رقى الافكار والى رقى الوعي فقط غادي يقدر يغير الامور، رغم ان الكثير من الناس ما تيبغيوش يسمعوا شي حاجه ديال الوعي كيغير. بالنسبه لهم الوعي ما تيغيرش، التغيير كيجي عندهم بشي حاجه اللي هي ما كايناش، او بشي يعني شكون اللي باغي يشارك؟ الناس التغيير ما عرفناش اشنو تيبغيو، كيفاش يكون التغيير؟ التغيير كيجي من الوعي، تيجي من حب الوطن، تيجي من مراجعة النفس والاعتبار، الاعتبار من الدروس اللي خديناها من كمواطنين كمغاربة سواء خارج الوطن او داخل الوطن. احمد فكير خويا في اسبانيا ما عندوش وراه، كاين شي مساعدة لهاد الناس؟ المساعدة لهاد الناس هادو خصكم تعرفوا واحد القضية اللي هي مهمة. احنا ما عندناش حلول يعني ماجيك كما تنقولوا، حلول سحرية لجميع الحالات، لان اولا المشروع مبني على العدد، مبني على قوة العدد نتاع المغاربة اللي كينخرطوا فيه، مبني على يعني الشركات اللي غادي نخلقوها اللي كتخلق قوة، ديك القوة اللي كتعطي اموال، اللي كتوظف محاميين، اللي كتخلق المجال باش يمكن لك تعاون هاد الناس هادو. اما يعني اللي ما عندوش الوراق غنصاوبوهم له، فهذا الشغل ديال السلطات ماشي ديالنا حنا، انما حنا كنعطيو الفتوى، كنعطيو المساعده القانونيه، كنوريو الناس شنو خصها دير، حتى تكون المساعده الماديه كنوقفوا. من غير هاد الشيء هذا خص الواحد يعرف باللي قد ما كبر العدد ديال المنخرطين قد ما تتكون عندنا واحد القوه تمثيليه اللي هي صعيبه وتقدر تاثر حتى في القوانين الجانبيه للعمل، ماشي شي حاجه اخرى. اذا فوالا نتمنوا ان الناس تفهم هاد الحوايج هادو، اش من نوع من المساعده على من تتهضر. انا ما عارف شيء، ولكن خليكم تشوفوا شويه هاد المنظر هذا هنا. دونك احنا المساعدة دائما في اطار المتاح، في اطار الممكن، وحنا كنعاونوا بزاف ديال الناس، كنعاونوا بالامور اللي يمكن لينا نديروها تو سامبلومون. نبيل مكناس، الامور ليست على ما يرام في المغرب، الدرويش تقرب الغلاء. نعم الغلاء، لان الدرويش ما بغاش يتكلم، اسمحوا لي، لان الدرويش كذلك ما باغيش يتكلم، ما باغيش يفرض راي عام، الدرويش ما باغيش يتحرك، الدرويش باغي هو ان الامور تنزل عليه بوحدها، ان الامور تجيه نورمال، يعني هكذا النضول يحيدوا لك غدا في الصباح، ينقصوا لك في الثمن، وغدا في الصباح يعتنوا بك. هي هذه القضيه عمرها ما غتكون، لان المواطن هو اللي كيصنع الواقع ديالو، ماشي السياسي اللي كيصنع له الواقع. فالسياسي كيف ما كان الحال ديالو هو كيضرب على بلاصتو يبقى فيها، وكيشوف الجهه الرابحه كيمشي معها. اما فاش يكونوا المغاربه اسميتو، فاش كيكونوا المغاربه مجموعين، تيكونوا راي عام قوي، وكيكونوا متضامنين، فوالله العظيم حتى يتراجعوا في الاثمنه ويتراجعوا في كل شيء. اعطيكم المثال ديال غير كره القدم، النجاح كان مبهر، كان مزيان، فالمغاربه فرحانين وتضامنوا على واحد النقطه، يعني التفوا حول واحد النقطه، وكانوا كيخرجوا كاملين، المغرب كله كيخرج يحتفل. وعلاش ما تخرجوا شيء كامل تهضروا على الغلاء وتشوفوا التغيير اللي غادي يكون؟ ولكن ما غديروهاش، انما كتقول راه كاين الغلاء والمواطن تقهر. حتى انا نقول لك راه كاين الغلاء والمواطن تقهر، واش الحل غادي يكون؟ لا، لان هذا الشيء اللي يعني لابد من الانسان يعرف هاد الحوايج هادو فقط. فعموما هذا لقاء تواصلي صغير. مصطفى بن علي عندك يطيح لي في التليفون السي المعطاوي، ولا كان مكتاب له يطيح اليوم راه غيطيح اليوم، ما فيهاش النقاش. عاوتاني نشوف واحد اخر، اذا كان غادي يكون غير وسيله للتواصل فهو ماشي اغلى منكم، يعني كيبقى غير اداه فقط لهاد التواصل هذا. ولكن ما تخافش السي بن علي، راه داير له واحد الشده، يعني محال واش يطيح. انه مهم التليفون. سي المعطاوي، جالية بني ملال تعاني من مشكل المطار المسدود، اشنو ممكن يديروا هاد الناس؟ دائما ترجعوا للقوة العددية والقوة الاقتراحية، دائما هاد الشيء هذا اللي خصو يكون كنناقشوا فيه. وكذلك المطار هي مسألة ديال سميتو مسألة ربحية، ففين ما كان غيتحل شي مطار ويكون رابح، يعني يكون فيه مدخول ويكون رابح، لأن المطار باش تحلو كاينة قوانين وكاينة بنية تحتية وكاينة واحد
واحد الثمن اللي كيتأدى باش تكون الخدمات، باش تنزل الطائرات تطلع، باش تحل الشركات، باش تكون بزاف ديال الحوايج، ماشي غير غير جي ودير. ان المطار ماشي محطه طرقيه، لابد ما تكون له دراسه. فربما انا كنعتقد ان السلطات الا شافت باللي ذاك المطار غادي يكون مربح راه غادي يتحل، لان خص يجيو له الطائرات، خص الدول تكون كتجي طائرات لتما، الدول اللي غادي تهدأ تكون عندها اعداد هائله ديال الناس اللي غادي تركب تجي لبني ملال، لان بني ملال دابا عنده القهره ديال ان مراكش حداه وكاين مطار تما. فكتخص الدراسات وكيخص تكون المسائل مضبوطه، فهمتي. هو المطار مسدود راه ما يمكنلهمش يكون مطار ويتسد غير هكاك، خص المسائل اولا تكون الدراسه، وثانيا تكون حتى الحركه ديال الناس بني ملال تكون المطالبه. وشوفوا السياسيين اللي عندكم اللي صوتوا عليهم مشاو للبرلمان يهضروا على هذه القضيه، وهذا هو الدور ديال السياسي، وهذا هو الدور ديال المواطن اللي كيصوت كذلك. فما كتصوتوا راكم عارفين الطريقه باش كتصوتوا وعلى من كتصوتوا، بالتالي هذاك اللي كتصوتوا عليه بالطريقه اللي كتعرفوها ما كيخدمكمش المصلحه، ما كيهضرش على القضايا ديالكم للاسف الشديد. لان هنا كتعرفوا شنو هي العمليه التصويتيه والعمليه الاقتراحيه ديال الاقتراع في التصويت وديال الانتخابات شنو كتعني. دونك ماشي هي ديال الولائم وديال الشناقه وديال زرق الاف وداك الشيء، لان فاش كتمشي لهذا الاتجاه هذا والغالبيه العظمى للاسف كتمشي لهذا الشيء هذا، النتيجه هي هذه، اللي كيلعب ما يتنقرش. اذا شكرا لكم، الله يحفظكم، نتمنى لكم يوم سعيد، والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم قريبا جدا. شكرا، مع السلامه.